المدى في هذه الاحتفالية بذكرى الأستاذ هلال ناجي. تحتفي مؤسسة المدى للثقافة والفنون ضمن منهجها في الاحتفاء بأعلام العراق الحديث وتكريمهم هذا اليوم بشخصية أدبية لامعة وكاتب قدير ومحقق كبير هو الأستاذ هلال ناجي. أحيي هذا الجمع المبارك في هذا الصباح الجميل في إحياء ذكرى شخصية متعددة المواهب وشخصية أريحية من الطراز الأول هو الأستاذ القانوني والكاتب والمحقق والشاعر ورجل العلاقات الأستاذ هلال ناجي رحمه الله تعالى. والشكر كل الشكر إلى مؤسسة المدى لإحياء هذه الذكرى، وهو يستحق هذا الرجل لما تركه من آثار أغنت المكتبة العربية بمؤلفاته في الأدب وفي الشعر، وكانت شرف التعرف إلى هذه الشخصية العراقية البغدادية في أواخر عام 59 عن طريق القانوني الكبير والفقيه الدستوري المرحوم محمد بشير الخالدي الذي كان من أعضاء مجلس شورى الدولة. هذه الشعر التي ألقاها في المهرجانات الشعرية، سواء تلك التي عقدت في بغداد أم في بعض العواصم العربية، ونشر بعض هذا الشعر في دواوين منها الفجر آت يا عراق وأغنية حب إلى كركوك وثالث ساق على الدانوب. كما عرفته باحثا في الأدب والثقافة دؤوبا، ولا أدل على دأبه وقوة شكيمته في البحث والتنقيب، بحثه عن الديوان المفقود للشاعر العراقي الزهاوي المسمى بالنزغات الذي أودعه الزهاوي سنة 1924 لدى صديقه الكاتب المصري القبطي سلام موسى المتوفى في 4 آب 58، والذي قام بدوره بإيداع مخطوطة الديوان عند الأديب الشاعر المصري الدكتور أحمد زكي أبو شادي مؤسس جماعة أبولو الشعرية ومصدر مجلتها التي حملت الاسم ذاته. وقد أحسنت الجهات الثقافية بمصر أواخر التسعينات الماضيات بإعادة نشرها مصورة عن النسخة الأم، حتى إذا توفي أبو شادي في نيويورك في 12 نيسان 1955 بعد انفراط عقد الجماعة ومغادرته مصر إلى المهجر الشمالي، بيعت مكتبته. وهذه كارثة يعانيها الباحثون والأدباء، فهم ما أن يموتوا حتى يهتبلها الأبناء الورثة فرصة سانحة لبيع تراث الآباء والأجداد. تعود ذاكرتي وإياه إلى ثمانينات القرن الماضي، دخلنا في خصومة أنا وإياه في محكمة جنايات الرصافة. حذرني البعض من هلال ناجي، قال حذاري حذاري إياك وهلال. قلت فلنجرب. دخل هلال ناجي الله يرحمه، هلال ناجي صاحب لائحة عصماء تشنف الأسماء تثبت طول باع وسعة الطلاع، رجل تتراقص التعابير على لسانه وتتلوى الكلمات بين أسنانه. تجد يمتاز المحاماة ليس إلا مهنتي وحرفة الارتجال والكلام والجدل. يمتاز الرجل بإصابة معنى وحسن تشبيه وبلاغة قول ووجيز كلام ودقة بيان.
توقفت أنا البكي اللسان الكليل البيان القاصر الحجة المهزوم البرهان. أنا الذي أكرر العبارات تكرارا وأستر الألفاظ اجترارا. أنهيت المسألة بيننا، أنهيت الخصومة وخرجنا خالدا. أردت أن أستزيد منه، وجدته رجل حباه الله بسعة من العلم وبسطة من الفهم،